نعم رنين، إذا لابد أن نشير في بداية هذه المداخلة إلى أن الحراك الشعبي على ما يبدو سبق الحراك الحكومي هنا في المجر وفي بودابست بالتحديد، حيث أن كما ترين من خلفي هنالك ناس أتوا ليساعدوا اللاجئين السوريين، هنالك من نصبوا حتى العيادات المتنقلة ليعالجوا المرضى من اللاجئين السوريين، هنالك دعم شعبي لكل من أتى إلى محطة القطارات هنا في بودابست لينتقل من بعدها إلى بغيته إن كانت النمسا أو ألمانيا. هنالك موقف واضح من قبل الحكومة وموقف واضح من قبل الشعب مختلف تماما. نحن نشهد في كل دقيقة سيارة أو شاحنة أو حافلة تنقل أعداد من اللاجئين، عشرات من اللاجئين إلى الحدود. هنالك من اختاروا أن يذهبوا إلى الحدود حتى على أرجلهم إلى الحدود النمساوية أو الحدود الألمانية بعد أن عبروا البر والبحر حتى يصلوا إلى هنا إلى العاصمة المجرية بودابست. ظاهرة أخرى متفشية في هذا المكان، أقارب لأفراد ولاجئين سوريين يبحثون عن أفراد عائلاتهم بعد أن اختفت آثارهم، يعني غير معروف إذا كانوا مفقودين، غير معروف إذا كانوا معتقلين من قبل السلطات المجرية. معي أحد أفراد عائلة سورية من إدلب بالتحديد، مرحبا بك سيدي. يعني ما هو وضع قريبك الذي تبحث عنه بالتحديد؟ أخي بالتحديد أنا صار لي هون 5 أيام ما بعرف عنه أي شيء، بتفاجأ بعدين امبارح عم بيبعث لي رسالة من جوا السجن على الفايبر من رقم تليفون عراقي عم بيحدد لي منطقته، عم بيحاول يهرب فيها من الظلم اللي عم بيلاقيه، وبنفس الوقت عم بيضربوهم، عم بيحكي لي قصة أنه في 4 أشخاص هربوا، 4 أشخاص هربوا قدروا يهربوا، 2 مسكوا و2 قدروا يكملوا بالهرب، 2 الأشخاص اللي مسكوا كبلوهم بإيديهم من ورا وكبلوهم بإجريهم ومددوهم على بطنهم وصار ضرب الهروانات على جسمهم على ظهرهم على إيديهم على رجليهم. يعني عندي أنا ابن أختي عمره 16 سنة لما شاف هالموقف هيك بطل يهرب، قال لي يا خالي أنا خفت. إذن يعني أشكرك على هذه المداخلة وعلى توضيح هذه الظاهرة الموجودة هنا. نعم رنين، إذن هذا هو الوضع في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة المجرية موقف وخطاب واضح قومي ضد اللاجئين السوريين، الشعب المجري والشعب هنا في بودابست يدعم ويقيم العيادات ويأتي بالمساعدات الإنسانية إن كان من غذاء ماء ودواء إلى هنا. مفادنا للعاصمة المجرية بودابست أمير خطيب، شكرا لك.